الحاجة بقى المهمة أو الحاجة المفيدة اللي احنا هنشوفها بقى بالنسبة للألترا وايت راديشن، إنها بتسنثسايز فيتامين دي. فالحقيقة دي واحدة من الحاجات اللي هي يعني لما احنا بنعرض الجسم بتاعنا لفيتامين دي، ده يعني بنعرض الجسم بتاعنا للشمس، هو بيجنريت فيتامين دي جوه الجسم، فبالتالي بيعوضني عن نقص الفيتامين دي اللي انا باخده من خلال الايه؟ من خلال الدايت، من خلال اللي هو الوجبات الغذائية اللي انا باخدها. فالحقيقة لازم برضو رغم ان احنا بنتكلم على ان احنا حاجة كويسة ان احنا بنسنثسايز فيتامين جوه الجسم، اللي احنا لازم نبقى واخدين في اعتبارنا ان الكلام ده ممكن يتعمل ب very brief exposures، يعني مش شرط ان انا اقعد فترة ساعتين مثلا في الشمس عشان اعمل جنريشن لفيتامين دي، لا انا ممكن اقعد مثلا 10 دقايق ولا حاجة وتبقى more than enough. اوكي، لان احنا برضو لازم we have to remember the exposure hazards، احنا لما نقعد فتره طويله ممكن تعمل لنا مشكله. الحقيقه دي بنستعملها دايما في الاطفال الصغيرين علشان طبعا بيبقوا محتاجين فيتامين دي، علشان لما بيكونوا بيبنوا العظم بتاعهم، فطبعا بيبقى برضو حاجه مهمه ان احنا نعملها. ومش شرط الجسم كله يبقى اكسبوز، ممكن يبقى جزء صغير من الجسم يبقى اكسبوز ويبقى هو اللي يعمل لي جنريشن للفيتامين دي اللي انا محتاجه. طبعا دلوقتي في حتت كتيره في دول متقدمه على الاقل، يعني مش متاكد بصراحه من الدول اللي زي مصر مثلا فيها الكلام ده، هتلاقي ان في مثلا بعض الاطعمه بتبقى فورتيفايد وذ فيتامين دي، يعني ممكن تبقى تشتري مثلا لبن وتلاقي اللبن ده مكتوب عليه فيتامين دي ميلك، اوكي، او فيتامين اي ان دي ميلك، يعني هو بيبقى يعني متضاف له فيتامين دي بحيث ما يبقاش محتاج ان الشخص ده يتعرض للشمس، وخاصه في اماكن اللي بيبقى فيها وجود الشمس ما هواش يعني حاجة يعني معتادة زي عندنا مثلا زي البلاد بتاعتنا. اوكي، فبرضه ممكن ان الفيتامين دي ده مش محتاجين قوي ان احنا نبقى اكسبوز للشمس في حالة وجود بعض الأطعمة اللي احنا محتاجين لها اللي فيها موجودة عندها يعني الكمية اللي احنا محتاجينها من فيتامين دي.